على قدم وساق تجري المفوضية استعداداتها الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات. 150 مليار دينار صوت مجلس الوزراء على صرفها من وزارة المالية لتمويل الاقتراع. تقول المفوضية إن ربع مليون موظف سيشاركون في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها قبل 20 من كانون الأول المقبل. عدد الناخبين يتجاوز 27 مليون مواطن، 17 مليون منهم بياناتهم مسجلة بيومتريا، وأكثر من 9 ملايين غير مسجلين. أما البطاقات الانتخابية فبلغ عدد الموزع منها 15 مليونا وغير الموزع أكثر من مليونين. وتشمل الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 عدا إقليم كردستان، ويتنافس فيها 168 حزبا سياسيا. عملية التسجيل البيومتري تتم عن طريق أكثر من 10,000 مركز، إضافة إلى فرق جوالة تزور دوائر الدولة والمؤسسات شبه الرسمية والمنظمات والنقابات.